أعاد الدرب العاصمي للواجهة، فتوارى خلفه الجميع قاريا وعربيا. دروس الفيراجسي تلقن في مدارس الفنون الجميلة، وأهازيج ولاد البهجة بمختلف مسمياتهم تستلهم منها معاهد الغناء الرياضي حول العالم. هنا ستصمت أنت وجمهورك، ولا تملك إلا أن توثق لحظات لا تراها بعيدا عن دار الشرع وعن قطبي العاصمة الجزائرية. الكراسة والقلم ضروريان أيضا لتدوين كلمات الأغاني الصادحة من أول منعرج في أفريقيا ومن شبان القراصنة وفتيان حب وعقلية في الجهة المقابلة. ولكن الزميلة وسيلة الاتحاد بتوهجه القاري استضاف المولودية بأسمائها وانطلاقتها الرائعة في الدوري المحلي، والحقيقة أنه لا ضيف ولا مستضيف في درب العائلة الواحدة، ولا أفضلية لأحد مهما كان ترتيب الآخر. ما شاهدناه فوق المدرجات لم يكن له مثيل فوق أرضية الملعب. أخطاء عديدة وفرص شحيحة وغياب تام للفرجة والمتعة في أغلب أطوار الشوط الأول، حتى قرر أنصار الاتحاد إيقاف المقابلة ببركان هائل حجب الرؤية عن الجميع وحول الأنظار إليهم مجددا، مذكرين عموم المتابعين بذكرى تأسيس اتحاد الشهداء سنة 37 و900 وألف. في ظل الغياب الكلي للمتعة فوق الميدان خطف اللاعب 12 الأنظار كلها. حرب المدرجات لم تتوقف للحظة وتواصلت بأسلحة التفوات والرسائل المشفرة. الفيراج سيد احتفل بسنة المجد القاري في الدقيقة 76 حينما فتح بوابة الجزائر على أفريقيا، مجبرا الحكم على إيقاف المباراة ليستمتع اللاعبون مجانا بأجواء يفترض أن يدفعوا الملايين لمشاهدتها. ملعب البوكا ليست في البومبونيرا ولا في المونيمونتال. انتهى الدربي سلبيا كما بدأ تحت أنظار جمال بالماضي وكتيبته الذين جاءوا لأخذ بالليل وبنبوت قبل بدء مغامرتهم الأفريقية بساحل العاج. المولودية في الريادة كالعادة، والاتحاد بعيدا في المراكز الأخيرة مع 3 مؤجلات قد تضعه في كوكبة المقدمة.